مين الشخصيات اللي مش تكون موجوده ماشي ما كتبيش شكرا يعني هناك بصراحة نسوقها أغلبية من كتلة الاتحاد الوطني الحر يعني كان توجهها عدم المشاركة في الحكومة كذلك زملائنا وزميلاتنا أعضاء المكتب السياسي هناك تباين في الآراء ثمة من مع يعني اسناد الحكومة وثمة من يعني أنه لن نشارك في الحكومة هذه والمسألة طبيعية وطبيعية جدا لأنه عندنا احتراز هام وهام جدا. احنا في الاتحاد الوطني الحر إلى الآن لم نقدم أي اسم لأن نرفض ترشيح أسماء ثم يتم الديسباتشينج متاعها في وزارات، هذا احنا نرفضه من منطلق المسؤولية الوطنية. لسنا طلاب كراسي، لسنا طلاب سلطة، يمكن أن نسند الحكومة، هذه خيارات حدثكم عليها تم تداولها في المكتب السياسي يعني منذ قليل، ثم رأي أنه نكون مسندين للحكومة دون المشاركة فيها، ثم رأي آخر كذلك أن نكون في المعارضة، ثم رأي آخر أن نشارك في الحكومة بشروط، والشروط هذه اللي كنت نتحدث عليها يعني منذ قليل تقريبا، وهي أن نتعرف أو يعني تكون لنا دراية بهيكلة الحكومة، وكذلك إن قدر لنا أن نشارك نريد أن نعلم ما هي الحقائب الوزارية المقترحة على الاتحاد الوطني الحر حتى نرشح لها الشخصية الأكفأ والأنسب والأنجع في هذه المرحلة، ونقدر أن الاتحاد الوطني الحر يزخر بعديد الكفاءات الشبابية منها وغيرها اللي قادرة باش تكون فاعلة في المرحلة القادمة. مسألة عدد الحقائب الوزارية قليلها من كثيرها مسألة لا تعنينا البتة، نحن نتحدث الآن على حكومة وحدة وطنية، وإحنا في الاتحاد الوطني الحر كنا رفضنا منطق المحاصصة،